تحت شعار السينما للجميع وضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية، ينطلق مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة. في مدينة طرابلس، وكتحية إلى رائدي السينما اللبنانية المخرجين الراحلين مارون البغدادي وبرهان علوية، افتتحت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي في المسرح الوطني اللبناني المجاني، وذلك في حضور حشد من الأهالي والطلاب والجمعيات والأندية، وبمشاركة أفلام تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك ب64 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية. هدف المهرجان يدعم الأفلام الطلاب. اليوم نشوف ثقافات مختلفة من العالم، شفنا جمهور جاي من مناطق مختلفة من لبنان، هذا بيعمل سياحة ثقافية. فطرابلس عم تثبت يوم بعد يوم ومهرجان بعد مهرجان أنها هي مدينة للثقافة وللفنون، وهذا جزء من إضاءة المدينة وأنه فعلا نفرجي فنونها وشبابها وثقافتها. المنظمون يشيرون إلى أن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية في المسارح الوطنية يشكل فرصة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم، ويحتفي بطرابلس كمدينة تاريخية. كان في فخر كطرابلسية أنه شوف هيدا الشيء، والأفلام اللي موجودة، تنوع الأفلام، تنوع الجنسيات، هيدا الشيء كتير يعني لازم يتقدر. مدينة طرابلس مدينة ناشطة، مدينة حية، مدينة دائماً دبو واقفة، أنها في هذا الظرف الصعب وهذه الظروف الصعبة إقليميا تمكنت من أن تكون عاصمة للثقافة العربية، وأحيت وأقامت برنامج ثري فيها السينما، فيها المسرح، فيها الثقافة المتعددة، الأدب، فيها معارض، فيها كما كنت آخر معارض للكتاب، فهذا شيء جيد. مخرجون وممثلون من دول عدة قدموا إبداعات سينمائية خلال المهرجان، منهم من أستراليا والمكسيك وبولندا والمغرب ومصر وتونس والكويت وغيرها من الدول، إلا أن مشاركة العراق كانت المشاركة الأوسع من حيث عدد الأفلام. العراق هي أم كبيرة، أم جدة كمان، مش بس أم للثقافة العربية، وما زالت إن كان أدباء العراق أو شعراء العراق. نحن لما منشوف إنتاج عراقي بيبقى قلبنا كبير حقيقة، وبنحضره بكل وعي وكل بنلحق تفاصيله، لأنه إنتاج مش بس فني، إنتاج ذكي، في ثقافة وفي رؤية معينة بدنا نشوفها. لصباح الخير يا عراق، سالي قرفلي من المسرح الوطني طرابلس.